السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وهذه النية هي إذا عكسها في الإخلاص هو الرياء. من يقوم بالعمل رياء، هناك من يقوم بالعمل رياء منذ البداية، يعني عنده غرض أنه يرائي مع الناس كما كان يفعل المنافقون. المنافقون هم جماعة ادعوا الإسلام وعاشوا في المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة وأخفوا عقيدتهم وكانوا يهدمون الإسلام من الداخل، وكانوا يأتون إلى الصلاة ويصلون مع الناس وهم منافقون، وربنا كشفهم ووضع لنا سورة بكاملة سماها سورة المنافقين، وفيها قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس يعني رياء، مدبدبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني غير محددين الوجهة. فعكس الإخلاص هو الرياء. فالإنسان قد يعمل العمل رياء هو مردود عليه. يقال بأن أول من تسعر بهم النيران يوم القيامة، نار جهنم تسعر بماذا؟ أول من تسعر بهم مجاهد، مجاهد. هذا المجاهد يقال له ارمي نفسك في النار، فيقول أنا كنت مجاهدا، أنا كنت أفعل، فيقول فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال أنك قوي، وقد قيل لم تفعل هذا إعلاء لكلمة الله. ثاني من تسعر به النار عالم، يؤتى بعالم فقيه ويرمى في النار، فيقول أن الفقيه العالم، فيقول كنت فقيها عالما ليقال بأنك فقيه وعالم، وقد قيل لم تفعل هذا لوجه الله تعالى. والثالث يؤتى به في النار محسن، كان ينفق يعطي الزكاة ويتصدق على الفقراء والمساكين، فيقال له ارمي نفسك في النار، فيقول أنا محسن كنت أتصدق، فيقال له كنت تفعل هذا ليقال بأنك محسن وأنك جواد وأنك معطي، وقد قيل. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لم يحرصوا على تصحيح النية. فكل عمل إذا كانت نيته فاسدة يكون باطلا، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جميع العمل يوم القيامة ليس اللي كيديروا بغير النية الصادقة لله تعالى، غيتفاجأ بأنه جاء بجبال مكة وتهم من حسنات ثم وصلت هباء منثورا. ما السبب؟ أنه لم يفعلها لوجه الله تعالى. لهذا ربنا عز وجل قال في سورة الغاشية قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. غريب، وجوه يومئذ خاشعة، كانت في الدنيا خاشعة وعاملة، في الدنيا خاشعة وعاملة، ولكن مصيرها في الآخرة أنها تكون تسقى من نار وتسقى من ضرع غير سمين وتعد في جهنم. ما السبب؟ قال لأنهم في الدنيا كانوا يعملون الصالحات وكانوا يقومون بالمبادرات الحسنة، ولكن لم تكن لوجه الله، كانت لغايات أن يقال بأنه كريم، أن يقال بأنه معطاء، أو يقال بأنه شجاع. فكل عمل إذا لم يكن مرتبطا بالله فهو باطل. وهذا مثال قدمه القرآن العظيم لما قال لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثال واضح بحال المرأة اللي كتصوب النسيج، كتصوب المنجج، النسيج كتبقى تتعقد من الصباح وهي كتعقد، كتصوب النسيج منذ الفجر إلى ساعات متأخرة من الليل، ملي كتسالي كتعاود تسرب داك المنجج كله، كتعاود تفرقه من جديد، يعني ضيعت النهار كلها تعب ومشقة، وفي الختام هي قامت بتفكيك هذا العمل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني إحباط العمل. هنا العلماء قال لك لابد أن نصحح النية. قد يكون الإنسان نيته صحيحة لكن تطرأ عليه الرياء، هو صحيح النية لكن مع الدنيا فتن، الدنيا فيها فتن كثيرة، قد يكون الإنسان مع الناس وتقع له فتن وتقع، نسأل الله السلامة والعافية، راه اللي في الدنيا يطلب السلامة والعافية. ربي عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أفحسبتم أن تقولوا آمنا أن يقول وهم لا يفتنون. لابد من أن يتعرض الإنسان للفتنة، كل واحد منا لابد أن يتعرض لفتنة وتزلزله. هنالك زلزل المسلمون زلزالا شديدا، هناك فتن مثل الزلازل والعياذ بالله. وفي آخر الزمان تتعاقب عليكم فتن كقطع الليل المظلم
يصبح فيها المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح فيها الكافر مؤمنا ويمسي كافرا، يعني تقلب تقلبات. سيدنا النبي أخبرنا بأن في آخر الزمان غتكون فتن سياسية، فتن أمنية، فتن اقتصادية، وتقلبات في المفاهيم، وكتوقع وقائع وأحداث وردود أفعال، والإنسان يتقلب في عقيدته ودينه. قال نطلب الله السلامة والعافية، رأى لا أحد منكم ينجو منها، رأى اللي قال أنا رأى يقع فيها. إياك أن تقول أنا وأنا، إياك. ثلاث من المهلكات أنا ومعي وعندي، من المهلكات. أول من قال أنا إبليس، فكان مصيره أنه إلى النار. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن قال معي قالها هامان، كان معه فرعون وكان معه الزبانية وعنده من ينصرونه، فكان مآله الزوال. وعندي قالها قارون، قال عنده أموال طائلة ولكن ربنا خسف به الأرض. فإياكم أيها الأحباب الكرام أن نقول أنا أو معي أو عندي. فالدنيا اللي مخرج من عقيبها راه مخرج من بلائها، نطلب الله السلامة والعافية ويخرجنا من ضل العيب بلعيب. فهذه النية قد يكون الإنسان صادقا في نيته، لكن يطرأ عليه الرياء، كيدخلوا الوسواس وكيبدي يدخل في الرياء. فهنا ينتبه، إذا كان الإنسان إذا انتبه وتاب صقل قلبه وتاب الله عليه وتقبل الله منه عمله. أما إذا صار مع هذا الإحساس الجميل ديال الرياء والسمعة بين الناس حابط عمله والعياذ بالله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اللي هاجر بالصدق والنية ومشى للهجرة، هاجر من مكة إلى المدينة من أجل الله تعالى ومن أجل الدين ومن أجل الإيمان والعقيدة، فهجرته صحيحة وسوف يؤجر عليها ويثاب عليها. أما من هاجر من أجل غاية دنيوية أو مصالح مؤقتة أو مادية فذلك مردود عليه، مردود عليه. ثم قال الهجرة من بعد، سيقول النبي الكريم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة سوف تنتهي بعد فتح مكة المكرمة. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك من يهاجر لدنيا يصيبها، هناك من هدفه في الحياة هو أن يحصل على الدنيا، يحصل على الأموال ويحصل على الامتيازات ويحصل على المكان المرموقة بين الناس، وليس لوجه الله وليس طاعة لله. قال إن هذا عمله مردود عليه. كل من يسعى ويعمل الأعمال لتحصيل الدنيا ليس مرضات الله مردود عليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا قال امرأة؟ لماذا خصصها؟ العلماء قال لك هذا عموم وخصوص. لماذا قال الدنيا؟ الدنيا فيها النساء وفيها الأموال وفيها السلطة وفيها الجاه، لماذا قال النساء؟ قال لأن أشد فتنة على الرجال هما النساء. يعني الإنسان ممكن هناك من يصبر للأموال ما يغريش الأموال، هناك من يصبر وما يغريوش الجاه، هناك من يصبر وما يغريش السلطة، ولكن هناك لا يصبر أمام فتنة النساء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت عليكم فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت منكم فتنة أضر على النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. بني إسرائيل لماذا وقع لهم الإفساد؟ بدأ بالنساء، أول من أفسد لهم عقيدتهم وسلوكهم هم النساء. وحقيقة الوقائع تدل على ذلك. كان عندي صديق يشتغل في إحدى القطاعات العمومية ويتمنى أن يكون له مكانة يعطى مصلحة أو مديرية، فكلما التقى بي كان يقول لي أدعو الله لي كي يعطيني واحد المنصب. سبحان الله العظيم كل جمعة ألتقي به يقول الله يعطيك مرتبة عالية. فعلا بعد مدة منح واحد المنصب رفيع عالي جدا، منصب اللي فيه الصفقات وفيه الأموال وفيه كذا، وكان مسكين ورجل مؤمن كان متقي. هذاك المنصب كان فيه مشاكل، كانوا فيه الرشوة وكانت فيه المعاملات غير الصادقة. فإذا بهذا السيد جابوا لي شي صفقة مشبوهة وحاولوا أن يغروه بالمال، قال نعطوك الرشوة. قال لهم لا، أنا القانون كنطبق القانون، رجل وطني ورجل حقوقي. غروا، قال لي انت عندك سياره قديمه نجيب لك سياره جديده دوبل في. قال لهم لا ابدا، هذيك بارك عليا، هذيك السياره مشي بها.
لقاو بانه ساكن في واحد المسكن شعبي، قال لي غنعطوك واحد السكن فاخر، ارض كبيره تبني عليها، غير وافق لنا. قال لهم ابدا، هذاك الدار بخير. وبقى هكذا كل مره كيحكي لي انه يتعرض للابتزاز وللرشوه وللعروض، كيقول لك لا انا ما ناخذهاش، عنده عقيده وعنده ايمان. ولكن واحد النهار جا قبل الجمعه كيبكي، كيقول لي يا اخي الفاضل وقف معايا، انبني وبخني عاتبني. مالك اخويا اش وقع لك؟ قال لي دوك الناس صيفطوا لي واحد القنبله موقوته. اش وقع لك اخويا؟ قال لي كنت في المكتب ديالي جالس، ودخلت علي فتاه في العشرينيات غايه في الجمال، وتلبس معطفا احمرا غوج، ودير واحد القطعه ذهبيه في صدرها، ولما جلست قالت لي انا اسمي كذا وكذا لبنى، واذا بها تزيل عنها معطفها وكتوضع لي كارت فيزيت، كتقول لي انا بياض وجمال. وقال لها قالت لي انتظرك هذه الليله، شرط ان توقع هذا فاذا بالمسكين انه لم يستطع ان يصبر، وقال لي ماذا افعل؟ قلت له ربك اختبرك، اما انك تبقى ثابت على الموقف، واما انك تسلم. فكان منه انه تلك الجمعه قدم استقالته من هذا العمل، لانه لم يستطع ان يقف امام اغراء النساء. فلهذا قال النبي الكريم ماذا قال؟ قال ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. معلوم ان النساء الجميلات الحسنوات يستعملون في الحروب، ويستعملون في الاغراء، ويستعملون في قطاعات سلطويه وامنيه خطيره، فلهذا نحذر من ذلك. لهذا ربنا عز وجل قال لنا النساء عندهم سلطه قويه على الرجال، الا من كان قلبه معلق بالله وكان يغض بصره، واذا ما وقع منه خطا لا قدر الله فانه يبادر للتوبه والاستغفار. فهذا معنى الحديث النبوي الشريف الذي هو مرتبط بالنية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام، كل واحد منا إذا أراد أن يقوم بأي عمل لابد أنه يجدد النية مع الله، دائما يقف وقف التأمل، يقول يا ربي هذا العمل أريد أن أفعله ليس رياء ولا سمعة، وإنما أفعله طاعة لك وابتغاء وجهك، وسير على بركة الله. حتى إذا وقعت لك فتن في الطريق، أو وقعت لك إغراءات، أو وقع لك أي شيء، ربك يحميك، لأنك في الأول قدمت عهدا بينك وبين الله، يا ربي إني لا أبتغي من هذا إلا وجهك العظيم. وما دمت قد قدمت هذا العهد لله، ربك يحميك. في الطريق ستتعرض لبلاء، تتعرض لفتن. لماذا؟ لأن الحياة أصلا هكذا، الحياة منذ أن خلقها الله تعالى قائمة على ثنائية الصراع، صراع بين الإيمان والكفر، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر. هذه الحياة هكذا خلق فلسفة الوجود، ربنا لما خلق الوجود قائم على الصراع. وهذا الصراع بدأ بعهد آدم، سيدنا آدم وقع له صراع مع إبليس، ثم بعد ذلك جاء ابني آدم قابيل وهابيل، ثم بعد ذلك جاء ابناء نوح، ثم بعد ذلك جاءت البشرية إلى قيام الساعة، صراع بين الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. اللهم ارزقنا قوة الإيمان وارزقنا قوة اليقين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، إنك سميع قريب مجيب. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.